أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الشروط في أكل ذبيحة أهل الكتاب؟ وهل يلزم أن يسمون عند الذبح؟ لأن بعضهم لا يسمون عند الذبح أو يسمون باسم عيسى عليه السلام. إذا علمت أنهم يسمون غير اسم الله فلا تأكل، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، أو ما وما أهل به لغير الله، هذا مما أهل به لغير الله فلا تأكل منه، سواء ذبحه كافر أو منتسبا إلى الإسلام، لأن هذا الشرك فلا تأكل منه. أما إذا لم تعلم فأنت تأكل منه، لأن الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالله أباحه لنا، وإن لم نعلم أنهم سموا أو لم يسموا، إلا إذا علمنا أنهم سموا باسم غير الله فإنه شرك. نعم.